سبوره طبعا بنهنيك النهارده احتفال مميز لمدارس طيبة وتخريج دفعه جديده، عايزين تكلمينا عنه وخصوصا احنا بنحتفل وسط مجموعه كبيره من النجوم كمان. كل سنه وحضراتكم طيبين، منورين الاحتفاليه دي، احتفاليه كل سنه لاولادنا الطلبه، ان دايما بنبقى حريصين ان احنا يبقى عندنا قدوه لاولادنا، اعلاميين، سياسيين، فنانين، مذيعين، مهندسين، علماء، كل طائفة، كل ناجح في المجتمع أحب أنه يكون قدوة لأولادنا على أساس يبقى عندهم هدف وعندهم طموح أنهم يحققوا بالتعليم. كنت حريصة للنهاردة على تكريم نجوم دراما رمضان واخترتي أسامي محددة، هل ده كان لهم شعبية عند الطلاب ولا كان الاختيار كمان على أساس؟ ما أنا أم مخرج كبير عايزين نتكلم عن ده، ومرات ابني، يعني إحنا عائلة فنية، فأكيد أنا عندي قناعة جدا إن الفن اللي هو القوة الناعمة اللي تقدر توصل بيها رسالة للمجتمع كله في منتهى التمتع وفي منتهى الهدوء. القوة الناعمة هي المؤثرة في أولادنا وأطفالنا وشبابنا وكل طوائف المجتمع، بيتأثر بحدوتة، بيتفرج عليها ويعرف من خلالها الصح والغلط. نعرف بقى النهاردة كرمنا كل نجوم ولد الغلابة مع محمد سامي ومايا عمر، هم فين؟ في هولندا. يعني هو الحقيقة يعني كانوا حاجزين من قبلها وأنا حددت ميعاد الحفلة، فهو محمد إحساسه كمان بأن ضميره وجعه أنه مش معايا، فبعت لي بقى النجم الكبير أحمد السقا عشان يعوضني عدم وجوده، يعني أنه هو يكون واقف معايا في احتفالية من أمتع الليالي الاحتفاليات. المدارس إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في احتفاليات لتخرج طلاب تانيين ولا؟ تخرج طلبة الدبلومة الأمريكية سنويا، لأن هي دي الدفعة الكبيرة اللي بتدخل جامعة. عندنا بقى بتبقى حاجات داخلية في مسرح المدرسة اللي هم الكيجي للابتدائي ومن الابتدائي للإعدادي ومن الإعدادي للثانوي، بس بتبقى احتفالات داخلية، بس دايما بنحتفل لأنه العلم هو متعة زيه زي الفن، فلما كنتش بتقدر تعمل فيه أنشطة وتعمل فيه مادة للجذب الطالب وتبقى حريص على احتوائه وأنه يطلع طاقته وقدراته، مش التعليم لوحده ما يعملش حاجة. ربنا يخليك وانتو نورتونا، ألف شكر.